امي والله وقعت على الدرج، ليش ما عم تصدقيني؟ صدقتك. امي انا بوعدك، ما بدي توعدني بشي، ما لي اللي بريحك، لا رح اتفهمن عليك ولا رح اعطيك مواعظ. طول عمرها امي بتنصحني وبتعطيني مواعظ، اخر شي عملت لي اللي بدي اياه. شوف لوين وصلت. كل القصة انا ما بدي اياكم تكونوا مثلي. أمي نزل على البيت هلا وبعدين بنحكي. مثل العادة، كل ما بدي أحكي لك. رايح أجيب أختك من المعهد وراح نقعد كلنا ونحكي. كلنا طبعا، لينا هي المهمة، أنا تحصيل حاصل. مع السلامة. إيه أنا عم حشش، شو بدك تعملي يعني؟